اسمي زهير عرفاوي من ايطاليا من كونيو من لا بروفينس ديال كونيو. واش شوف الحقيقه جانا مزيان زعما منظم بالتدقيق كلشي مضبوط وكيدرب الانسان كيتعلم لغه جديده كيولف التقاليد ديالو. حنا ديما كنجيو المغرب كل عام كيجي الانسان المغرب ولكن ماشي بحال المجيه بحال هنا فهمتي كتلاقى مع ناس اخرين كتبزز راسك دوي شويه بالدارجه بالفصحى فهمتي شويه القضيه كتكون فيها شويه ديال التعليم وشويه ديال 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 المعلومات ان شاء الله. والانشطه دابا حنا يلا يومين هذه ولكن ديجا شنا بزاف الحوايج فهمتي شنا مناطق ما عمرنا ما حطينا في مرجلينا بحال مثلا تطوان بحال في شي بلايص في الرباط في شي مناطق من الرباط. وان شاء الله انا عندي الامنيه بان غيدوز كل شيء بخير ان شاء الله وغيكون احسن ما حد هو غادي وغيكون ان شاء الله احسن ان شاء الله. اسمي نسرين دوناني الحراق عندي 19 عام كنسكن في برشلونه اسبانيا كنقرا القانون وعلاقات العمل اول عام في اونيفرسيتاد اوتونوما دي برشلونه. شاركت في هاد سامر يونيفرسيتي اصبتوني انا فرحانه بزاف حيت تعرفنا على بزاف ديال الناس من كاع البلاد وعجبني بزاف حيت هاد فواياج كيعرفك على بزاف ديال الناس كتعرفي البلاد ديالك الريسبونسابلز كيحضرونا بزاف. ثاني كنشكر الريسبونسابلز على اللي كيديروا هاد البياخي وعلى الوزير وكان اللي بغيت في هذا البياخي هي نعمل صحاب نعرف بلادي كثار حيت حنايا ملي كنكونوا برا ما كنعرفوش لا رياليتي ديال البلاد ديالنا ونتمنى كل شيء يدوز مزيان. السلام عليكم، انا غربي يوسف امين من الجزائر، ادرس في كليه الحقوق في الجزائر، وانا امي جزائريه وابي مغربي، وراني مشارك هنا في الدوره 11 لجامعه الجامعه الصيفيه لعبد الملك سعدي، والحمد لله سيتي بيان باسي سي